بسم الله الرحمن الرحيم. تحية سي محمد، تحية الإخوان أعضاء اللائحة. صراحة ما كنتش غندخل، لكن بعد الكلام اللي هضرتي على راديو مارس غندخل، لأن كنعتبر راسي واحد من المعنيين بهذا الأمر. أنا سي بودريقة ماشي مقبول الكلام اللي قلتي. راديو مارس يجيبوا ناس محترمين ولا يجيبوا الناس اللي بداو يدقدقوا فينا. راديو مارس عنده خط تحريري وعنده مسؤولين ديالو اللي كيختاروا الصحفيين اللي يجيو باش يحلوا. إلا عندك شي ملاحظة ولا كان عندك شي حاجة ولا معلومة مغلوطة على فريق رجاء الرياضي، من حقك دير بلاغ، من حقك تتصل، من حقك توضح. وانت من الناس اللي دازوا معنا اكثر من مره في البرنامج، وما عمر شي واحد سائل الرجاء كان مشكل تحل. بمعنى باش انا مدون نتهموا راديو مارس بانه كيخدم اجنده ولا كيجيب صحفيين باش يدقدقوا الرجاء، هادشي ما مقبولش. وانا كنعتبر راسي يعني واحد من المحللين ديال راسو مارس مقيوس بهذا الكلام اللي قلتي. داكشي علاش دخلت باش نوضح ان راديو مارس اذاعه عندها خط تحريري ديالها، عندها مدير نشر، عندها رئيس تحرير، عندها صحفيين محترمين وكتعامل معهم. بمعنى الكلام اللي قلتي ما مقبولش سي محمد بتاتا، باش ان تقول يجيبوا الناس يدقدقوا. الا قالوا شي كلام اللي مغلوط فكاين بزاف ديال الطرق، كاين بلاغ، كاين تصحيح، كاين بزاف الحوايج، حقك عندك حق الرد. ولكن باش بدا تقول تختار الصحفيين اللي غيجيبوا، فما نظنش انا نجي تكون رئيس ونجي نقول لك اختار الناس اللي غيكونوا معك في اللائحه. ما ندخلش لك في الاختصاصات ديالك، كما انت ما عندكش الحق تدخل في الاختصاصات ديال راديو مارس. وشكرا. تخدمني نجاوب من بعد رجع لابو السعب ولاد سي بالعودي. انا ملي تكلمت على راديو مارس هذاك الشيء ديال الاعتذار وداك الشيء داز وسهلا، انا ما تكلمتش عليه، هذاك الشيء سهلا وانتهى. انا تكلمت على ما شاهدته وما عاينته انا شخصيا، والتحليل ديالي المنطقي اللي انا مقتنع به. هذا الشيء اللي وقع في 3 ايام انا ما غنقبلوش، انايا ما غنقبلوش. وكنقول لينو باكو وكنقول هشام الخليفي الخط التحريري ديالكم مستقبلا خصو يتحسن، وهذا من حقي كواحد اللي غايكون مرشح. وكنقول لهم هناك خطوط حمراء، وجدت لهم رساله اليوم. داكشي اللي شفت 3 ايام انا ما غاديش نقول له. انا ديجا قلت للخليفي في التليفون، وهضرت مع لينو باكو قلتها لي في التليفون، ودابا انا كنقول لكم قلتها لكم، قلتها لهم قدام الناس وما كنتخباش. ولكن قلت في الاخير حيت حنا الناس كنسامحوا ومسامحين، انا حنا نعتبروا كاع 3 ايام اللي دازت ماشي مشكل، ولكن تقصروا بينا مع 8 الصباح وديروا بينا هذاك الشيء، هذا ما مقبولش. وحنا وانكم تكلموا معاه في التليفون وانكم تهضروا على المنخرطين وتكلموا، انا منخرطين دابا تشوف انت يا سي بالعودي، يعني كنشكرك على انك خديتي الغيره على راديو مارس. انا تاخذني غيره على 4 منخرط ما يمكنش تتكلم عليه، وما عندوش الحق هذاك اللي يتكلم على المنخرط بواحد الطريقه وواحد الاساءه اللي ما خصهاش تكون. انا منخرط وما بالك باشياء اخرى. انا قلت لك انا ما عندي حتى مشكل مع راديو مارس، انفتاح عندنا في حتى شي اشكال، ولكن داكشي اللي وقع في 3 ايام بالنسبه ليا هو غير مقبول. وقلت انا اليوم حنا هادشي تجاوزناه. انا مر انا حنا اليوم انا تندير ندوه صحفيه اليوم قدمت فيها البرنامج اللي التصور والخارطه ديال الطريق ديال الرجاء، واعطيناكم كوسائل اعلام انطباع كيفاش حنا غنتعاملوا مع جميع الاشياء بما فيها الجانب التقني، بما فيها الجانب ديال اللاعبين، بزاف الاشياء، وبما فيها انها كيفاش حنا غنتعامل مع الوضع مستقبلا. وهذا الوضع هذا داخلين فيها هذاك داخل فيها راديو مارس، وقلنا بان راديو مارس هو من يعني من المنابر الاعلاميه المحترمه، وكما قلت بان الكره المغربيه محتاجه للوداد والرجاء والجيش وعندي اخرى لانهم القاطره. راديو مارس بانه هو هذا الراديو الوحيد عندنا في الرياضه، وان شاء الله علاش بدنا نشوفوا 3 ديال الراديوات كيديروا الرياضه باش يكون واحد التنافس الشريف. كنقولوا بان راه خصو يكون الاحترام المتبادل. وقلت لهم انا وجهت لهم غير نداء، هاد 3 ايام راني عفا الله ما سالت، من بعد راه ما غاديش تكون. يا سي محمد الله يخليك، راديو مارس راه ما كيسال حتى شي واحد، راديو مارس كيناقش كيحلل. الا انت كتعتبر اساءه، حنا ملي كنتكلموا على الوضع ديال الرجاء كنتكلموا على الواقع.
كنتكلموا على الواقع ديال الفريق رجاء رياضي كيما كنتكلموا على الواقع ديال الانديه. انا راه ما كنسيئوا حتى شي واحد، ممكن نتاقدوا، ممكن نوجده ملاحظات، ولكن باش تقول كنسيئوا راه ما يمكنش تجي لواحد المنبر محترم واذاعه وكاين قانون ديال اخلاقيه المهنه وغنبداو نسيئوا الناس. وشكرا. شوف انا قلت واحد القضيه، قلتي قبيله على المحللين، حنا الا اقتضى الامر ان المحللين بقاوش يدوزوا في راديو مارس وتكون لنا فيهم حنايا خطوط حمراء راه ما خصهمش يدوزوا الا كانوا كيسيئوا الراديو، ولكن حنا غنتعاملوا بشفافيه ووضوح وديمقراطيه وبالقلب المنفتح وما عندناش مشكل. اخر سؤال قلتي لي توازن المال، جاوب على السياب ولا غضب علينا عاوتاني ارتيكل غدا عاوتاني ومشينا فيه عاوتاني ضربنا معاه عاوتاني بجم دوج مع حروبات. دونك انت سيدي حنا التوازن المالي